السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك استاذ؟ الحمد لله بخير، تفضل معايا. ابو علي وياك، اتصل بحضرتك مرتين. اني شيعي ولا سني يا ابو علي؟ شيعي استاذ اشرف. سؤال ولا محاور يا ابو علي؟ عندي سؤال، بس اريد كلام طيب بحضرتك اول مره اقوله. تفضل. تسمع، البارحة شفت حلقتك وكان موضوعك على المطلق، كان موضوع كلش طيب وينم عن أخلاقك وتربيتك، وبارك الله بك شكرا وهي ليك. على أخلاق المسلمين، وادعو من الله سبحانه وتعالى يشافي زوجتك اللهم امين، دعاء ربنا يشفي خاطئة إن زوجة شاء اخونا الله. الحبيب ابو تركي، اختنا ام تركي، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيها ويعافيها. نعم يا طيب. إن شاء الله ويشفي كل مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نعم، اللهم امين يا رب. ان شاء الله. دزيت لك مقطع استاذ على هذا الرقم مال الدكتور احمد كريمه، يا ريت تشوفه اي حلقات تريد عليه. هذا أستاذ اول الفاضل، سؤال. أستاذ الفاضل، أنا لا أرد على ما يدعي أحمد كريمة. معروف أستاذ الفاضل إنه متشيع أساسا، ويخفي هذا عن الجميع، ووضحنا هذا في خلاص التلفزيونات، ووضحنا هذا في الفضائيات، واخد بالك إزاي؟ وضحناه ماشي، وضوح انا جلي، اعتذر، ما شايف اللي واخد يعني بال حضرتك ما إزاي؟ شايف ردك، اعتذر. لا إحنا هذا وضحناه، اول حتى سؤال. وليد إسماعيل كان ليه حلقات معاه، وأخونا علاء السعيد كان لنا حلقات معاه مباشرة وجها لوجه، تمام، عند سفره الى والله ايران وتحركه في العراق، وكل هذه الامور بيناها احنا في قنوات التلفزيون يعني. ماشي، انا ما شايفه، اعتذر. هاي واحد. تفضل. صار عندي حديثين للرسول، عليه الصلاة والسلام. راح اعطيك يعني. تسمعني استاذ؟ تفضل. حديثين للرسول، وقطع الاتصال واسمع الرد مالك من البث المباشر. الحديثين يراد لهم استاذ بالفقه العربي، يعني دخل بهذا الحديث، واذا عندك جواب اسمع من حضرتك. تفضل سؤالك، الحديث عن ايه؟ حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم من يقول: سأكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي. هذا أول حديث أعوذ بالله. الحديث الثاني: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، أحدهما أفضل من الآخر. أريد يعني تبسيط بالعربي من جواب خليك قيل معايا يا ابو علي، على بس هذا خليك الحديث. معايا يا ابو علي، عشان الحديثين يحتاجوا ان ابو علي فيهم ردي ولا ما فيهمش ردي، تمام؟ خليك أسر معايا، مثل خليك معايا على الخط عشان وقبل ما ترد علي، قبل ما اوضح ترد لك. علي أعطيك معلومة مفيدة اتفضل. بخصوص القرآن. أنت تدري وحضرات كل العلماء أن نسخة من القرآن الكريم بخط الإمام علي موجودة بمعرض النجف، والقرآن ما قعد الشيعة محرر، المهدي يجي براءة. طيب وعلى حضرتك يا صار استاذنا ابو علي، قلبي تابع عن يا الحديث استاذ ابو علي، ما صدقت انهم على راحتي. طيب يا استاذ ابو تفضل علي، استاذ. تابع حلقاتي في تعريف القران حوالي 14 15 حلقه، وشوف الروايات والادله اللي انا عرضتها وراجع، ربما انت ولو لا تجي تعتقد بالتحريف، ده شيء يرجع لك، ولكن هل هناك روايات دل على التحريف والاعتراف بالتحريف في كتب الشيعه؟ ده سؤال مهم. حضرتك بتقول لي اول حديث اللي هو حديث اللي هو يسمى برزيه الخميس، تمام، اللي هو ده اكتب لكم كتابا نعم، لن تضلوا بعدي ابدا، تمام، مش هو ده اللي تقصده؟ ركز لي على اسمعني بس، ركز الله يصلح حالك، اسمعني يا ركز استاذي بس اسمعني. وحديث العتره اللي هو حديث الثقلين، استاذنا الفاضل، الشيعه اما ان تفهم بمنهج اهل السنه والجماعه تلك الروايات، او لا تعتمد عليها اساسا في نقل بيان معارف الدين، لسبب مهم جدا. عندما قال رسول الله كما تعتقد الشيعه كتاب الله وعترتي، تمام، نعم، تفضل. هل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع والإيمان كما تقول الشيعة؟ انت شو تقول؟ انا بسأل حضرتك، جاوبني فضلا انت يا استاذ الفاضل، جاوبني فضلا، هل واجب الإيمان والوجوب هنا وجوب فعلي من الشيعة كما تعتقد الشيعة؟ استاذ احنا نسأل انت تجاوبنا. طب اقفل يا ابو علي.
انا عارفك مش هتجاوب. مره دخلت قلت لي انا باحث عن حق، ودلوقتي قلت لك لازم تبقى معايا عشان افهم انت وصلت لايه. ما لو الشيعي الاثني عشر رد وقال نعم واجب الاتباع، هقول له فين العطره؟ اما ان يكون النبي والعياذ بالله عند الشيعه كذبا، او ان الشيعه كذابين عن النبي. اختاروا لهم حل من الاثنين. صح؟ يبقى اذا عندما اقول له واجب الاتباع والانتفاع، يبقى اذا حديث النبي لابد ان يكون واجب اتباع وانتفاع. اين الانتفاع من 1200 سنه من العطره؟ صفر. اساسا لو فكر الشيعه في الغيبه لهدموا حديث العطره. طب عند الشيعه اصلا في حديث العطره صحيح؟ لا، ما عندهمش حديث كتاب الله وعطرته صحيح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث الخميس ورزيه الخميس لا تفيد الشيعه بشيء. لماذا؟ لان الشيعه بتقول لك اصل عمر منع النبي من كتابه الوصيه لعلي اللي هو كان منصب من 3 شهور في الغدير. يعني حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدق فلا عقل له. كيف نبي نصب علي يوم الغدير كما تعتقد الشيعه قبل وفاته ب3 اشهر، وياتي يوم قبل ان يموت ب3 ايام يقول لهم هكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي ابدا. اما ان يكون تنصيب الغدير اكذوبه شيعيه، تمام، وبالتالي يكون يوم الخميس هو الاساس في تنصيب علي، او ان تم التنصيب يوم الغدير والقول هذا لا يمت لخلافه علي بالصله. طيب علي يقول لك عمر بن الخطاب منع النبي من كتابه الوصيه بامامه من؟ علي. طيب وعندما يمنع النبي، اذا الدين ناقص ولا كامل؟ ها، دين ناقص ولا كامل يا شيعة؟ ما انتوا لو قلتوا الوصية كتبت هقول لكم اين الوصية. لو قلتم منعها عمر يبقى الدين ناقص. فاذا هل ارادة عمر اقوى من ارادة الله ورسوله؟ بس ده اجابات، اسرع اجابات برد لكم بيها وباسلوب سهل بسيط.